يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب أتزوج هذه السنة وأنوي السفر لطلب العلم في بلد آخر، مع العلم بأن أهل بلدي بحاجة ماسة إلى التعليم لقلة العلم والعلماء عندنا، فماذا تنصحني؟ ننصحك بالسفر لطلب العلم والتزود من العلم، فإذا تفقهت في دين الله وتعلمت ترجع إلى بلدك وتنشر العلم فيه. فتزود من العلم أولا وتفقه أولا، ثم بعد ذلك ترجع إلى بلدك وإلى قومك وتدعو إلى الله وتنشر العلم الذي تحملته. نعم.